جوه مختلف، حنا لكم وانتم لنا، وبالفن دايم نحترف. مجلس العلم الجزيل، سوالف وشعر وادب، بجواء ما لها مثيل، والسعد فيها انكتب. نجوم تاخذنا على متن السعادة والهنا، مجلسنا فيه ومعتنا، والبدر بنوار دنا للضيف. يا أهلا هلا، يا هلا والله ومرحبا، حياكم الله مع أسئلتنا التسعة التي نقدمها دائما لضيوفنا. اليوم ضيفنا الجميل سالم بن عبيد، كيف حالك؟ الله يعافيك. طيب يا أبو مشهور، عساك بخير. رحب المطر على طول. طبعا صح، ما انسى، ترى غردنا تغريده الان على تويتر على حسابي او في الهاشتاج مجلس الذواقه 12، اللي عنده سؤال الله محييه يسال اخونا سالم. طيب سالم حبيبي، سؤال على طول وسريع، سالم قبل الذواقه وش كان؟ كان سالم، عطنا وش كان عندك، وش كنت تسوي؟ وش كان سالم طال عمرك قبل الذواقه في الاعلام؟ اه ما شاء الله، في الله الله. يعني كان، يعني ليست الذواقة المشاركة الأولى لك، يعني لا متمرس، لكن البرنامج يغيرك 180 درجة، تفهم أمور واجد. يعني حتى اللي ممكن لو لي 10 سنين من قبل البرنامج وأدخل البرنامج أتغير 180 درجة في أمور واجد. طيب وش اللي كنت قبل، وش وين كنت في البرامج؟ مثل أقدم محتواي مثل شلون، مثل ايش؟ قبل الذواقة تحت القنوات يعني؟ ولا في قصدك في السنابات ولا وين؟ لا في التواصل الاجتماعي. البرامج كان أصور يوميات وأقدم محتواي. حلو. طيب سالم حبيبي، والدك صلى الله يغفر له ويرحمه وتجاوز عنه يا رب العالمين ويحفظ الأحياء منهم، كان له أثر كبير على سالم، فلو تحدثنا. اللي ما يتأثر بوالده ووالده على يعني على منهج وعلى مبدأ وقوانين، يعني من بيتأثر منه؟ يعني من الشخص اللي بيأثر عليه؟ الشارع ولا يعني؟ أكيد إن الواحد لازم إنه الوالد الله يغفر له يعني فيه صفات ممكن يأخذها منه، وأنا يعني هو له متوفي الحين 15 سنة. ما إله إلا الله. كم كان عمرك تبي متوفى؟ توفى عمري 7 سنوات، يعني ما عرفته إلا في 3 سنوات أو 4 سنوات. سبحان الله الله، لكن عرفته زين، واللي معه مواقف واجد، واللي معه وتأثيره علي إلى ذا الحين. الله الله، يعني فيه أمور، يعني انت تطري على، يعني في امور في بالك انت تعرف يعني والدك وش الشيء، الاشياء اللي يحبها وش الاشياء اللي ما يحبها، ويعني حتى امور لو جيت مثلا لو كلمه بتقولها وطر عليك تدري ان الكلمه ذي ما تعجبه، انت تراجع منها. يعني هذا من تاثيرها، من تاثير الوالد الله يغفر له. الله يغفر له والديك. كم وش كان ترتيبك الاول الثاني؟ ترتيبي الاخير طال عمرك. عجيب. الله الله، اخر واحد، اخر عنقود. الله الله، طبعا ما اخر العنقود مدلع ما فيه ذي، هذا اللي بقوله انا الحين، عشان كذا يمكن على الوالد. ما فيه، ما فيه مين احنا بالعكس الكبير ندلع. عجيب، يعني اخوك اللي اخذه صح، البكر دائما اول واحد هو يدلع. طيب سالم، طبعا عرفناك ما شاء الله في يوم كنت معنا بالذواقه، دائما ما شاء الله عليك الجلسات كلها كنت تثريها بالابيات الشعريه والشيلات. وين سالم في هالمكان؟ هل هو شاعر؟ هل هو متذوق؟ هل هو كل شخص له مشاعر؟ فيه منهم يعني اللي عنده يعني كل شخص تهيض قريحته، يعني اللي عنده في الشعر يقدر يكتب ابيات. حلو. انا اكتب ابيات لكني ما اطلعها نهائيا، مشاعر متشاعره ترجمها بابيات قصيده واحتفظ فيها. اخواني اللي اكبر مني 3 شعار كلهم ما شاء الله، وانا يعني اكتب لكني ما اطلع نهائيا. يعني الان في ذواقه ما طلعت لنا شيء لنا من ابياتك؟ والله ما احب اني اطلع. ما طلعت ولا واحده؟ لانها ما هي اللي في الخاطر، يعني انا يعني اظهر مشاعري النفسي، ولكن الشاعر ما يحب الا انه يطلع الشيء الجزل، الشيء الروتيني او الشيء لا ما يحب انه يطلع. ما شاء الله عليك جزل. طيب يا الله يطول عمرك. اي والله. طيب من قدوتك ما شاء الله الحين قبل شوي قلت اخوانك الثلاثه؟ شعراء 3، مبارك وعيد ونايف. ونعم، نقدم لهم تحيه من خلف الشاشه. الله صلى الله يوفقهم ويفتح عليهم. طيب من اللي ما شاء الله عليك مؤثر عليك، اخوانك ولا في احد كذلك من الخارج من الشعراء؟ يعني مؤثر علي في الشعر، يعني انا قصدي يعني قدواتك او صح التعبير تاخذ منها او انك مثلا تحاكيه. الشعر فتل ونقض وشعور واحساس، يحتار فيها للذكاء والفراسه. غبه بحر تصعب على كل غطاس، ما هو بعد كل من قاس
قاسه الشعر سيف انضرب تحت اقطع الراس كم واحد بالشعر مرفوع راسه. ما شاء الله سلام عليك. صح والله كيف. شف الشعر طال عمرك ما اقدر لو اقول لك اني قدوتي في الشعر فلان خطا. يعني احيانا تسمع قصيده تقول القصيده هذه الله اكبر ما مثلها ما مثلها، تسمع غيرها على وتر على طرق الحاله يعني كل منها اطيب من الثانيه. حلو. يعني في شعراء استمع لهم صراحه مثل ايوه مثل المرحوم معدي الكذوب الله يغفر له اللي يقول مرحبا حياكم الله على بن وخروف في محل وارثين انت رحيبه سبل جمل الله حال قل للدراهم والظروف اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل لا فقدت واحد اثنين من بين الصفوف ما بغيتوا منهم اخذوه من راسي دبل. ويعني هذه الابيات كلني اعرفها ولها ابيات يعني اذا تعمقت في الشاعر يعني تدري انه جزل. وفي شعراء واجد واجد جدا ما شاء الله، لكن احد الاسماء اللي يعني رحمة تسمع الله لهم صلى الله يغفر له ويرحمه. طيب سالم انا ما ادري شو اقول، لكن هل سالم اظهر شخصيته الحقيقيه او شخصيته كامله بين الشباب يوم كنا بالذواقه ولا تدري وش مشكلتي؟ اني ما يعني من الناس اللي ما امون يعني ما هو يعني ما امون على فهمت؟ ما امون على طول يعني مهما تظاهرت اني اضحك معك وكذا ماني بامون ابطي ما امون سبحان يعني ممكن اني عاشرك اخذ معك شهرين ما تعرف شخصيتي كذا طبيعه فيني وانا اشوف انها احيانا خطا واحيانا لا بالعكس كويسه. طب معليش يوم كنت بالذواقه في ناس اثروا عليك كنت عشان كذا يعني احنا بين يعني الصدق يعني سالم يوم اول ما بدا معنا كنا يمكن عايشين كانه يعني جالس لحاله او شنو مو مظهر لنفسه بس ابيات وثم اهداء فعلا في البدايات كانت موجوده ثم سبحان الله يمكن في اثنين ثلاثة أيه. طلعوا حس سالم او حسينا احنا من سالم انه لقى له الساحه فاضيه وبدا ينطلق وبدا يدخل مع الشباب هل هذا صح ولا لا ما هو بصح خطا انا ما يعني ما اقول لك اني تعودت على الكاميرا لها هبتها لكني انا بدايه البرنامج اجي طاقن الغلوقه أيوة. حتى في الجلسه ماني مرتاح متقروش أيوة. اطلع لا طلعت لاني طافي سبحان الله شاد نفسك من اول ايوه بعد اليوم 45 انا خذيت اريحيتي سبحان الله انا خذيت مقابله في احد البرامج قبل البرنامج قبل ما جيتك يعني فرق 180 درجة من ناحية انه؟ من ناحية اني شادها كنت شادها هناك قبل وهنا يعني واثق الحمد لله بس فرق شخص متعود على الكاميرا فرق انه ما تعود حتى لو انه واثق من نفسه هذا حاجز قدامك اذا كسرته خلاص مع انه سبحان الله يعني عندك محتوى وعندك زي ما يقولون حضور وإيه كاريزما خاصة فيك يعني يمكننا في هلا ورحب ما شاء الله تبارك الله ما اذكر الظاهر انه جاء هلا ورحب وسالم ما شارك يعني ما شاء الله عليك وبحضورك مع انه زي ما قلت قصيده اذكرها اذا جاء فيها رحب ينساها الطويله ذيك اللي مس في مسنا فيها لا يكون اي قصيده حافظها جت هلا رحب ينساها. طيب يلا وش تذكر اللي يقولها ايه الحاله اللي جتك الحاله اللي جتني ايه وش ايه تحفظ قصيده بس اذا جاء شفت وجه سعد الخنفري نسيت ايه يمكن صادق استغفر الله لا كان سعد الخنفري الله يذكره بالخير يا اخوي جاني منه بلا الله عجيب انا حجوي ذي وكذا بس سبحان الله تقروشت من جلسته ليش عشان كل شيء مدحت لا لا ما ادري ليه يا اخوي ما عاد ارتحت سبحان الله مع ما ادري عشان احنا اول ما نقوم من النوم على طول في حلا ورحب ما قدرت اتقروش منها بعدها بعد ما نجي حق فقره الغندور احس اني انطلق ما ادري عشان الرياض لها دوره يعني ما لها دخل في سعد ما لها دخل في يعني في محبه سعد الخنثري لا لا الحين الجلسه لكن الفقره اتكلم عن الفقره. طيب أبيات دائما تمثلها أو دائما هي حاضرة في ذهن سالم أبيات غير اللي قلت لي إياها وش هي؟ إن كان في راسك حب منطحن أيه. إن كان راسك فيه حب منطحن فأنا الحصان اللي تعجبك طبرته حلو. الله الله يقول وش الأبيات خلني أتذكر عطني هبد أبد أنا نبي اللي زي ما دائما يقول يعني واحد بعض الناس يصير عنده أبيات بيتين ثلاثة دائما حاضره في ذهنه ودائما يتمثل فيها فيها ابيات والله عادها قد تمسنا يا سالم يقول لي طال عمرك يقول لو تقتحمني عاصه وتزلزل اركاني رياح صوت الامل فيني يقول ان العواصف بتهدى لو صاعقه تنزل علي ولا تخلي لي جناح صوت الامل فيني يقول اني بطير بلا مدى ولو تذبل اغصاني ضمى من شوقها للملقراح صوت الامل فيني يقول ان السما غيم وندى صح لسانك ما شاء الله هذه لمن؟ هذه للشاعر مهدي الصقور اليامي ما شاء الله ما شاء الله نعم طيب
لا إله إلا الله. سالم سلام. خروجك من الدواقة هل كان مرتب؟ مرتب يعني مع الإدارة؟ لا يعني أنت قصدت الشيء هذا، يعني هل سالم كان وده يطلع بس ما لقى طريقة يطلع إلا أنه يقصر في يقصر في بعض الأشياء عشان يطلع، وخلت الإدارة تقول تحطه في أمر الواقع. والله شف كل شخص عنده خوافي أمور ما يعلم بها الله. شف تطويل العمر أنا أشوف أنه من الغباء أن الشخص طال عمرك يعني أن الشخص يسوي كذا، لا بالعكس ما ودي أني طلعت، لكن أنا سبب ظهوري أمر واحد يعني كل شخص عنده ظروف يعني خاصة ما يعلم بها أحد. سبب خروجي ظرف ما يعلم به إلا الله جل جلاله. شفت هو اللي يعني سبب في خروجي. يعني بعض الأمور ما هو بشرط، حتى يمكن لو تعاشرني وتدخل معي يعني ما يمكنك تعرف وش وراي، ويعني وش هذا الأمر، يعني ما في أمر تبوح به، في أمور لا يمكنك تعرفها نهائيا مهما وصلت معي من مرحلة، حتى أقرب اللي أخي اللي يقرب من إخواني ما يعرفها. يعني فيه أمور فيه يعني ممكن أنا بعطيك مثال وأنا ما أبي أقرب لك. مثلا عندي ظرف خاص فيني مثلا يمكن أنه مؤثر علي لكني أنا أتجاهله ولا تعطيه، لكن لو يدري به ممكن أخي ولا حتى صديقي ولا كذا ممكن يشيل همه أكثر مني وأنا يعني ممكنني مطنشة. طيب وش نقدر نقول يعني غموض في سالم؟ كيف؟ غموض في سالم عشان كذا ما وده يعني ما هو غموض؟ يعني الناس دائما يعني مشاعرهم يعني زي ما يقولون عند خويك تفضفض له، وكان عندنا احنا يعني فقره كذا جلسه لو هو بالفضفضه ولو هو بالاسباء يعني بعض الاشياء لو هو بالسبب لو كذا بتحله. هو شوف مو بحل يعني مثلا بعض الاحيان سالم يسولف مع هاني وهاني يسولف مع سالم، مو قصة انهم يحلون السالفه هذه او القصه او القضيه اللي عندنا، فقط انه مثلا زي ما يقول يبوح يعني زي ما يقول. فهل سالم لا والله مو بيميل لهالشيء هذا ابدا ولا وده، ولا انه وده بس انه مو بلاقي الشخص اللي يستاهل انه يعطيها الاهتمام او شيء من قبل انه يحمل معاه؟ ايه والله شف لا الواحد اكيد انه يعني الشخص اللي يستاهل وتحبه بتفضفض له وبتطلع ما في خاطرك، واحيانا بالعكس ممكن يعطيك حلول. صحيح الشيء ما في شيء ما في بالك إيه؟ لكن بعض الامور لا، بعض الامور خصوصيه جدا عند الواحد يعني. طيب يشوف انه ما يبي يحسده فيها، ما يبي يحسده نهائيا مهما وصل لمرحله ما حتى اخيه لا اخيك لا تعلمه في بعض الاشياء. طب كذا يبين لنا جزء من شخصيه سالم يوم كان كذلك يعني موجود معانا في الدواقه، انه شخصيه قويه وحضورها واضح وفي شخصيه يعني ما ودي اقول صلبه لكن انه يبان عليها الجديه، من وين اكتسبها؟ والله انا من الناس اللي احب يعني نوعا ما الجديه، احب يعني حتى اذا يعني ضحكت مثال بسيط اذا يعني مثلا قمت يوم من الايام قمت من النوم يعني ما عشت الجديه نوعا ما، جلست في مجلس رجال او رحت يعني في اي امر او جيت في مكان جدي ما اشوف الحياه طعم اليوم هذا كئيب. يعني ودك يعني ابي اعيش الجديه عشان يجي الضحكه طعم. سبحان الله. يعني بدايه انك مثلا تكون يعني ما ودي اقول هزلي لكن انك رجل مرح وضحكك في بدايه اليوم، اغلب الناس كذا يقوم يفرفش. لا لا بس لو مثلا انا قمت مثلا عندي مثلا قمت الصباح عندي العصر مثلا امر جدي ولا كذا او عمل او اي شيء اليوم كامل مرتاح، لكن يوم فارغ انا ما يعجبني اليوم ذا. يعني اللي يضحك هزلي؟ لا بالعكس. لا 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 مو قصة كذا لكن انها المقصود انه اغلب الناس يقرب الى الفرفشه في قبول الجمهور له. فهمت علي؟ يا سلام عليك. طيب ايش رايك نروح لاسئله الجمهور؟ في سؤال يقول متى عرفت المجد قناه المجد؟ والله اعرفها مبطي، اول قناه عرفتها قناه المجد. ما شاء الله الله. طيب لكني ما عرفتها الا بعد الذواقه يعني حلو. عرفتها صح انا اتابعها يعني مبطي حلو لكن انه برامجها ولكن ما فهمتها ما المجد حلو كان فيها برامج مبطي فيها برنامج اذكره مبطي كان امنيه اني اسجل فيه ما ادري هو فيها الظاهر فيها ميدان التحدي حلو فيها صح ولا لا تبعها في ميدان التحدي عندنا عبد الوهاب ميدان التحدي هو في المجد كيف ميدان التحدي ايوه في المجد ايوه
ميدان التحدي أيوه. ميدان التحدي العب العب شد الهمة ايوه حلو روح لا لا تتعب نحو القمة انت الاقوى انت الاقوى هذه عاد هذه بالي اتمنى اني كان مسجل فيها اشوف الناس اذا اقول اني باكل الجو عليهم. طيب في سؤال يقول يوم نادوك الحفل الاخير او الحلقة الاخيرة من حرق السعرات وش كان شعورك؟ يوم جيتنا متخفي و ايه شعوري الليلة غريب والله شعوري والله أشوف أني يعني أنجزت صراحة. حلو أيوة. وحسيت أنه جزء من الاحتفال أو أنك تكون جزء من الخاتمة الأخيرة في الإنجاز اللي سويته أو في الحلقة اللي خلتك تنجز؟ والله أشوف أنه إنجاز وأنا يعني الأول والأخير أنا مستفيد حلو. يعني حتى لو أني ما سويت الشيء ذا ولا أنا مستفيد أنا الحمد لله حركت السعرات اللي زايدة. الله يسعدك يا حبيب قلبي يا سالم. شباب في احد عنده سؤال احد عنده شيء؟ انا اسال تفضل. عبد الوهاب سالم عبيد منشد صوته جميل ارحب. ما شفناه يعني ما شفنا له اعمال ليه؟ لي اعمال يا ابو انا قبل ست سنوات كيف؟ قبل ست سنوات اسجل اعمال لكن قبل ست سنوات وفي الفترة هذه إلى برنامج الذواقة يعني وقفت وقف تام من الأعمال. عقب الذواقة لا يمكن تسوي ثلاث أعمال أو طيب في ناس دشنوا أعمال في الذواقة. عبد الله علزي لا عبد الله وياسر وسعدون وهاني وكل شاب إلا أنت ما دشنت وراه. والله راوغت أسامة راوغته هو كل النجتة من ذراعه سواء في ذا ولا في البرنامج ولا غيره لكن شو اسمه احيانا خلنا نكون واقعي المجد تبغي يعني الاناشيد فهمت انا في الاناشيد بالعكس انا صوتي مضبوط يضبط عليها يضبط لكن ممكن انهم هم يميلوا يعني مثل عبد الله العنزي ومثل ياسر العبيسي فهمت كيف انا احب صوتك بالشيلات صحيح وبالاناشيد ودي حتى الشيلات الشيلات بدون دف عادي حلو ليش ما أقول أوعدك إن شاء الله وعدنا بعمل جديد خمس أعمال إن شاء الله والله ما شاء الله إن شاء الله جيد عروض هذه ما شاء الله عروض اليوم يوم الرشيد طيب على طلبة خلني بسمح على الطلبة يلا عطنا في واحدة طرفة يقول الفارق اللي جعل ما لا يحبه فدو الله عليك اللي حياته لفعل الطيب راحة فدا متميز لو حدوه الناس جمعا حدو يتم باقي المميز ما معاهم حدا لا يغركم شو وحكياه والثقل والهدو تراه ضلع من ضلوع الشفا والهدى لا يغركم شو وحكياه والثقل والهدو تراه ضلع من ضلوع الشفا والهدى. ياس ما شاء الله سلام عليك سلام عليك. في شيء انت معلش هاني روح خذ راحتك في شيء رحت اللوكيشن لحالك وقلته كانت ما شاء الله تعرفها او تذكرها بعد عودة الشباب اخر ايام البرنامج ولا اخر ايامه هو لا اخر ايام برنامج كان معك جيكيتك حطيته طويل. اي بالله أيوه؟ ذكرتها وش هي اللي يقول الله يصيب الظروف ويقطع الحال سمعنا يا تكفى يا اخي ما شاء الله سالم الله يصيب الظروف ويقطع الحاجه كذا صح تسمح لي يا ابو عبيد اعوذ بالله اعوذ بالله من سوء المنقلب لكنكم جميل يقول روح يا سالم الله يصيب الظروف ويقطع الحاجه اللي تخلي لكارمتك صرخ طه كم نار شيخ على المشرف وهاجه تناوبت المصايب لين طفاها كم من كريم يده بالجود ثجاجة في نايبات الدهر تفرق عطاياها وسلامتكم
صوتك صاحب دنك. سالم صراحة اليوم جميل. حديث ذو سجون. سجون. طيب سالم سؤال يقول كثروا سائله في الهاشتاج كيف عرفت عن برنامج ذو واقع؟ كيف تعرفت عليه؟ او كيف سجلت؟ عن طريق وتواجهنا فيه. جميل الله بالله ارسل لك صوب ليش قال لك؟ زود عندك مثال والله كان اسال عن البرنامج ما ماشي من الرياض صوب نايفيه وانا كان مواصل اذكر ايه وانا في الطريق لا وانا في الرياض ارسل لمحمد محسن اساله عن البرنامج وكذا وعلمني واعطاني علومه يوم توني موقف عاد اغراضي الشنطه في المجلس المهم اكلمه سامه القاضي الله يذكره بالخير واخذ معه يعلمني واخذ معه المقابله على طول وقتها رجعت ما شليت اغراضي من المجلس ورجعت على طول وجيتنا الله الله وهذه طيب من اقرب واحد عندنا عندك في الذواق من الشباب في البرنامج والله كلهم قريبين واحد قريب كلهم قريبين جدا واحد بهم كم كيلو كم كيلو كم كيلو قرابه قرابه طال عمرك 300 كيلو لكن اللي يعني اكثر في يعني ممكن في بعض الاشخاص اكثر يعني وقتي معهم بعض يعني مثل عندك سعيد حلو. يعني انا وياه ممكن بدايه البرنامج اللي انا وياه سوا حلو الله يذكره بالخير وكلهم والله احبهم طيب. الا نواف مدوخ خذام شخصنها معه انا اللي واجهتك انا اللي واجهتك في الغار واقنصك من زمان معذور ما حد يحبه طيب عندك في مشاركه شيء قريبه شيء بالقناة المجد والله ان شاء الله مشاركات وايد شوف المجد والله اني احبها مبطي ويعني لما الله رزقني ان شاء الله مليارات والله ان ادعمها ليه لانها قناه محافظه ويعني مثل مثل الامور ذي يعني الشخص اللي عندي يقدر يعني يقدر الشيء سواء يعني انا مشهور او انا تاجر او انا ما ادعم مثل هذه يعني وش استفيد من القدره اللي عندي يعني اذخرها للوش ما ايوه الله يكتب اجرك يا حبيبي طيب فرصه سم عندنا اسئله والله اسال اسال طب خل بس اخر سؤال ذا طيب فرصه يبيها لو يعني جته بيستانس عليها ويتمناها في قناه المجد فكره برنامج شيء معين زي هلا ورحب انا هذه اللي لانه هو يفهم في هذا فقره يعني في برنامج واقعي جاي ان شاء الله ان شاء الله انه يكون ناجح باذن الله طيب وش اللي ببالك وش نمطه وش بالي مثل ما قال ابونا اخباركم انا اشوف انك الاجدر في اخباركم صراحه مثلا شريف ابراهيم ها وش ودك؟ والله اتمنى انهم يعني يعطوني فقره يسلموني فقره حلو يسلموني فقره وباذن الله انها ناجحه يعني انا جوي المجلس القصيد السوالف يعني الحمد لله على جوي العلاقه مع الرجال شروه ما يسمع طيبه شعراء والمشدين فهذا اللي يعني يسهل على الواحد انه في نجاح فقرته طيب عبد الوهاب ولا عبد الله سم سالم عبيد شهادتي فيك مجروحة هذا على جنب لكن هل حس سالم خروجه بالبرايم اللي خرج فيه سالم أيام البرنامج هل حس أنه ما أخذ فرصته أو كانت خاصة أن أنا عبد الله بما أني قريب منك أنت تشوف أنه هذه بداية انطلاقة سالم فهل تشوف أنه يعني لو كملت أكثر بالبرنامج كنت بتعطي أكثر هل تحسفت على الفترة اللي طلعت فيها أنه لو كملت كان عندك شيء يعني كملت وش والله قادم الايام بالبرنامج تظهر شخصيه سالم عبيد للامانه يعني ما اقول اني للامانه اقول اني يعني شخصيتي اشوف انها ما طلعت في البرنامج للامانه يعني مثل ما قلت لاني اقول انا ما اطول على طول اطول هذه ترى يعني احيانا مشكله هو بالعكس واحيانا ميزه طيب عابد المشكله لا منك منك على طول وكل والله حد معدبه ولكن كل شيء خير للواحد يعني لا تحسف لا على دخولك ولا طلوعك لان كل شيء خير يمكن لو اني اليوم اللي بعده يمكن اني اقول كلمه ما عاد اشوف الشمس يا سلام وانا ما سالت السؤال هذا لاني انا شفتك من اول يوم دخل فيه انك مبدع الى اخر يوم كان موجود فيه بالبرنامج لكن هذا الكلام اللي دار بيني وبينك تحت له وبعد ما طلعت فحبيت انه يظهر للجمهور كيف العزيمه والاصرار والرضا بقضاء الله وقدره الحمد لله وهذا الشيء اهم شيء ان الواحد هو ما يرتاح الا انه يعني انه يكون راضي يعني ما يلحق نفسه حسوفه ولا شيء طيب انت يوم طلعت يا ابو عبيد مساك الله خير طيب اسمح لي مشروع اسلم بعد الفاصل
وصل. نجلس جلسة هنا جميلة مع أستاذ سالم ونكمل جلستنا ونكمل الكيك يعطيكم العافية. الله الدنيا مشوار. نكمل الجلسة ونقطع النواب. الله محييكم إن شاء الله بعد الفاصل. يزين فيكم ليلنا يصير جوه مختلف.